متأخرينها، هذه مكتب المدير نعد بالصلاة مباشرة. المدير الغالي وكاتبنا عيش تكلمين عن المدرسة، عدينا تقديم عن المدرسة وبرامجها وراحتها وقات اللي يطلعوا فيها وعلاقتكم مولي مع أباء تلاميذهم، التلميذ إلى ما طلع زين عندنا كامل قد يتكلمين هذيك الصورة صورة المدرسة. تقديم المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مؤسسة ينقال لها مؤسسة سيد إبراهيم باصيري فقيد، مؤسسة ابتدائية يقرأ فيها من الأول إلى الخامس، يقرأ فيها من الأول إلى الخامس ابتدائي، محتضنة عدد كبير من التلاميذ إناث وذكور لله الحمد والشكر، تكون من 19 قسم، عندنا ندرسهم اللغتين إسبانية والعربية. اللغة الإسبانية تبدأ تدرسوها من الثالث ابتدائي إلى الخامس، واللغة العربية من الأول إلى الخامس. عندها مطبخ كوزينة قدموا فيها وجبات الفطار للتلاميذ، سائرة تغذية كميلة للتركة. 1980 هي أقدم مؤسسة تعليمية بالنسبة لنا في مرحلة اللجوء، وتحتضن عدد كبير من التلاميذ. عندنا هذه إدارتها، هذه لوحة جدارية فيها توقيتات، توقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، فيها الهيكلة الإدارية مناش تتكون، فيه المديرة، قسم الأفراد، قسم التجهيز والخدمات المدرسية، المستشارون حسب المستويات، فيها ضوابط عامة للنظام المدرسي، فيها جدول الأعياد والعطل، فيها جدول الفروض والاختبارات، فيها يوميات، فيها برنامج التسريحة، هاي التسريحة قارة عن تلميذاتنا بالنسبة للبنات حسب الأيام، والتوقيت الشتوي الصيفي من الثامنة إلى الساعة الواحدة وخمسة وعشرين، والتوقيت الشتوي من التاسعة إلى الثانية وخمسة وعشرين. هذيك الاستعمالات الزمنية حسب كل فصل، كلها استعمال، هاي الاستعمالات الزمنية هي حسب الحصص مبرمجة لكل معلم كيفاش عنده توقيت. الحصة تقدم من 40 دقيقة، وكل معلم عنده نفس الاستعمال في لوحته الجدارية. هاي كل لوحة التكريمات، شهادات اللي تحصل عليهم المؤسسة في إطار مسابقات، في إطار يعني هذيك شهادات تقديرية تقدم. وهذا هو برنامج لجنة الدولية لتنمية الشعوب. تفضلي معنا الأقسام. إذا الأقسام. ومرحبا بكم وسهلا مرة ثانية. لا خلونا نقسم الأقسام كامل. ما عندنا جدول. هو عاجل على علاش عجالة؟ احنا حالا ماشيين مع المديرة باين نتقدموا بعدين هذا الأقسام اللي هم. العلم في الصغار يكمل. هو نبداو من قسم هون من الأول. والله والله لا القسم اللي مو نكتب. نبدأ من هون من عند هذا القسم. والله القسم ما هي مشكلة. لا اللي بغيتوا بعد انتم له وعدلكم إلى رد الله. نعطوكم واحد من الطور الأول ونعطوكم واحد من الخامس. السلام عليكم. الأقسام بيطلع. هذا قسم من السنة الأولى. هذا قسم من السنة الأولى. هذه معلمتو. هذا اللي تراعوا فيه هون أمامكم هو إنجاز من طرف المعلمة، عبارة عن وسائل إيضاح تشرح بها الدروس من تعود تقدمها للتركة، عندها خشيبات وعندها قريصات وعندها هذه أشغال تلاميذها، إنجاز مشروع. هذه البيوت، هذه بطاقات شرحي لها المامي، هاي بطاقات. بالنسبة لهذا اللي دورنا وصل القسم فهي التلاميذ تعتبر بطاقات لإنجاز يعني التعلم في بداية الأطفال الحروف اللي مزاد يعني السنة الأولى باش يتعلم الحرف، كذلك من عبداخين في كلمات
راتبوا يعني الكلمة راتبوا على شكل عن طريق بطاقات. هذا بالنسبة للغة العربية. بالنسبة عندنا القريصات، القريصات ينفعل عندنا إنجاز في القسم يحوزوا معلمته بمطالب التلاميذ بترصيد يعني رقم، أي رقم معين يشكلوا التلميذ من القريصة، وفي نفس الوقت يديروا يكتبوا في القرص والمعلم بالدوران بإنجاز العمل. بالنسبة هذا مشروع دائما عند مشروع منزل كان لمساعدة أولياء التلاميذ، مشروع عند تلالف محفظة لمساعدة أولياء التلاميذ، وبها هذا الحال اليوم عند درسنا قاسم خطوط مستقيمة. حفتنا قسمنا مستقيمات وتعرفنا على النقاط اللي دائما على استقامة واحدة والنقاط الغير على استقامة واحدة. المعلم يترسل مستقيم وانت تعين تلون النقاط اللي على الاستقامة والنقاط المهلة الاستقامة هذه. هذا مار مستقيم. شكون اللي يلوني النقاط اللي ضربت لها سابق؟ النقاط على الاستقامة سارة. لوني لا النقاط على الاستقامة والنقاط غير على الاستقامة خليها عندي. لوني هزين وضحي للتلاميذ. إذا كم عندي من نقطة على الاستقامة؟ ها؟ نح؟ نقطتين. إذا عندي كذلك درسنا اليوم يعني هي رسم خطوط مستقيم. عندي أشكال في الكتاب. عندي أشكال في الكتاب. هذه الأشكال باش ندير بينها خطوط، باش نستعمل أي الأدوات المدرسية باش ندير خطوط بين هذه الأشكال. شنو الأدوات اللي نستعمل باش نرسم بينها خطوط؟ المسطر. إذا نستعمل ماذا؟ المسطر. إذا من إنجاز المشروع داخل الكتاب يقول شوفوا هكا فاك ثلاثة وإنجاز. يلا ضعوا الحقوق بين هذه الأشياء في الكتاب. يسوسي من المسطر أشكرا جزاك الله خير. شكرا. قصوا لا صوخة لو تلاحوا عنها ساحة كبيرة هذه المدرسة وعن الأقسام النقر دائرين لهم في شم رسوم شم الرياض ما هم اكتظار ما هي بالطريقة أعتقد الكلاس والله بعد الكلاس اللي هنا طريقة دائرية. هذا كلاس من كلاساتنا نعرفهم في التلاميذ طريقة الطواب التقليدية اللي نعرفه. ايوه تعطيته كل تبغى ميكرو سبيشال. لجينا هذه القعدة وقلنا ها الوقت تو تشرح فيها تو. اذا لدينا هذه الاعداد وقلنا انها هنا هذه يعني الان استكملناها ضعف وثلاثة امثال واربعة امثال هنالك هذا عدد عشري 0.25 ضربناه في العدد اثنان فاصبح لدينا 0.5 وهنا في ثلاثة 0.75 وهنا في اربعة ضربناه فاخذنا النتيجة يعني هنا واحد كذلك هنا 0.5 ضرب شو إذا 0.5 انتبهوا لاحظوا 0.5 ضرب 2 جميع ينظر إلى الصبر 0.5 5 ضرب 2
عشرة أضع صفر وأحتفظ بالواحد. صفر ضرب اثنان صفر وواحد. إذا الفاصلة بعد كم الرقم؟ واحد. إذا واحد واحد صفر فاصل خمسة، هنا واحد فاصل خمسة خطأ. ضرب اثنان ضرب اثنان، أين جاءت هذه النتيجة؟ واحد فاصل خمسة واحد. من أين أتت هذه النتيجة؟ واحد فاصل خمسة أسماء، من صحح هذا؟ إذا انتبهوا، صفر فاصل خمسة لكي تكون يعني ضعف دائما أضربها في اثنان، صفر فاصل خمسة أضربها في ثلاثة، صفر فاصل خمسة ضرب ثلاثة، نعم صفر ضرب خمسة، خمسة ضرب ثلاثة كم تصبح؟ خمسة عشر. أضع خمسة وأحتفظ بالواحد. صفر ضرب ثلاثة كم تصبح؟ صفر. وأضع الواحد يعني صفر زائد واحد تصبح واحد، والفاصلة بعد رقم واحد، واحد فاصل خمسة. وبهذا أكتمل يعني هذا الجدول، وفي الأخير تصبح هذه النواتج عندما نكون الضعف يصبح ضرب اثنان وثلاثة أمثال في ثلاثة وأربعة أمثال في أربعة. بهذه الطريقة نستكمل هذا. على صاحب الظروف يعني مدى الاستعادة عن التلاميذ؟ مدى الاستعادة؟ الآن في درس من دروس الرياضيات سنة خامسة ابتدائي من مدرسة محمد باصيري يدرس بعض، هناك صعوبات دائما في مادة الرياضيات، هناك دروس سهلة وهناك دروس صعبة، في بعض الأحيان يكون الجميع يعني فاهم، بعض الأحيان يكون متوسط،